السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حديث العرب. اليوم لا صوت يعلو فوق صوت زلزال كهرمان مراش الذي ضرب تركيا وسوريا وامتدت آثاره وشعر به سكان العراق وفلسطين ولبنان، لكن حصة الأسد من الأذى نالتها محافظات جنوب تركيا والشمال السوري لتحول كارثة إنسانية بكل المقاييس، وتضاف مأساة أخرى على الأشقاء في الداخل السوري الذين يعانون أصلاً من ولاية الحرب والدمار وضيق المعيشة. اليوم زلزال كهرمان مراش في تركيا والتحديات أمام الجهود الإنسانية والإغاثية هو عنوان الحلقة، ويشاركنا الحديث فيها كل من الأستاذ فراس رضوان أغلو الباحث السياسي التركي، مرحبا بكم معنا. حياكم الله. أيضا معنا الأستاذ عباس شمس الدين المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير في اسطنبول، مرحبا بكم أيضا معنا أستاذ فراس. بكم. حياكم الله. وقبل أن نبدأ محاور حديث العرب لنشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد وهبة من غرفة الأخبار، ثم نفتح الحوار مع ضيوفنا الكرام. هي المأساة تتجسد في أبشع صورها، آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وعدد غير معروف بعد من المحاصرين تحت أنقاض بيوتهم. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك نحو 23 مليون شخص تأثروا بطريقة أو بأخرى من جراء الزلازل القوية التي ضربت الجنوب التركي والشمال السوري في الساعات الأولى من صباح الاثنين السادس من شهر شباط الجاري. الحكومة التركية سارعت إلى توجيه كل قدراتها من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذهم وإغاثة من فقدوا بيوتهم، إلا أن حجم الكارثة كان أكبر من قدرات أي دولة، ما اضطر تركيا إلى رفع درجة الإنذار إلى المستوى الرابع بما يسمح بطلب المساعدة الدولية لمواجهة كارثة هي الأكبر في تركيا خلال 100 سنة الماضية. ساعة طويلة أمضتها فرق الدفاع المدني ولا تزال في مساع دؤوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح تقليلا لحجم الكارثة، بينما باتت أعداد كبيرة من المواطنين بلا مأوى. على الجانب الآخر من الحدود يواصل رجال الخوذ البيضاء في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في الشمال السوري يواصلون جهودهم الإغاثية بقدرات بالغة الضعف في ظل شبه انعدام للمساعدة الدولية على الأرض، بينما وصلت بعض المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري برغم أنها أقل تضرراً بالنظر إلى بعدها نسبياً عن مركز الزلزال. مالنا غيرك يا الله، هتاف طالما صدح به السوريون في تظاهرات ثورتهم ضد نظام بشار الأسد، وها هو الواقع اليوم في ظل هذه الكارثة يؤكد نفس المعنى. فمنذ الساعات الأولى بعد الزلزال طالبت منظمة الخوذ البيضاء المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الفورية والعاجلة من معدات الإنقاذ ومواد الإغاثة الإنسانية، إلا أن المواقف الدولية في معظمها لم تتجاوز إطلاق الوعود بتقديم الدعم، الأمر الذي فاقم تداعيات الكارثة بعد مصرع المئات بسبب نقص معدات وتقنيات خاصة برفع الأنقاض. تداعيات الكارثة قد تتجاوز ما هو إنساني إلى ما هو سياسي بحسب مراقبين، فزلزال تركيا وسوريا كشفت أن المجتمع الدولي ومنظماته الأممية غير مؤهل للقيام بدور حقيقي في حل الأزمات الملحة، وأن البيروقراطية الحاكمة لمؤسساتها قد تكون أكثر قتلاً من الحروب والكوارث الكبرى. نحييكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من حديث العرب، ونبدأ محاور الحلقة مع الأستاذ فراس. أستاذ فراس، اليوم الأوضاع الإنسانية والإغاثية في تركيا تحتاج إلى وقفة، عدد الخسائر المادية والبشرية في ازدياد، وكذلك نعمل على إعداد الحلقة منذ الأمس إلى اليوم، وكلما نعمل نرى أن الأرقام تتزايد، كانت في رقم ثم وصل إلى 20,500 ولا نعلم لحد هذه اللحظة كم زادت الأرقام. يعني تعليقك على هذا الزلزال والخسائر الإنسانية والفادحة أو الفاجعة التي يعني وقعت في تركيا. طبعا أولا يعني نسأل الله الرحمة إلى جميع من توفوا في هذا الزلزال في تركيا وفي سوريا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في كلا الطرفين.
الحقيقة كما تفضلت يعني عدد الوفيات يزداد بشكل طردي خصوصا مع مرور الأيام، ربما بعضهم يموت مات تجمدا، بعضهم مات يعني بسبب يعني لم يتحمل، بقي يوم يومين وأكثر، والباقي كثير منهم تحت الأنقاض. نحن نتكلم عن، إذا تكلمنا عن تركيا فقط، نتكلم عن 10 ولايات. هذه الولايات بمدنها وقراها، 10 ولايات من أصل كم ولاية في تركيا؟ 80 ولاية. 80 نعم، ويعني هذا نحن نتكلم تقريبا على 12-13% من مساحة التركية لهذه الدولة، دولة كبيرة، وهذا رقم كبير جدا، يعتبر رقم يعني مساحة دول ربما. صحيح صحيح، يعني إذا أخذنا أفقيا من ديار بكر إلى قبل يعني إلى إسكندرون تقريبا 1500 كيلومتر طولي، وهذا يعني مساحة كبيرة، كبيرة جدا. إضافة إلى أن منطقة سكنية، يعني تتكلم عن مناطق سكنية قديمة تعتبر من التاريخ عالية. صحيح، ليست مناطق سكنية ضعيفة، يعني تكلمنا عن أنطاكية ولها ما لها في التاريخ، نتكلم عن ديار بكر، نتكلم عن مرعش، عن حتى عنتاب وكثير من هذه المناطق. طبعا كل حتى مناطق تعتبر من المناطق القديمة، يتكلم عن مناطق سكنية حقيقة واسعة. أظن هذا المكان أو هذا الزلازل الثلاثة التي ضربت، طبعا الزلزال الأول الذي قضى تقريبا على هؤلاء الناس، الزلزال الثاني ربما أو والثالث الذي ربما زاد في الأمور سوءا من الناحية يعني من كل النواحي اللوجستية وحتى الاقتصادية وغيرها والمساعدات. طبعا المشكلة يعني ليست فقط نتكلم عن القتلى أو الجرحى، ما بعد ذلك، الأطفال الذين ليسوا بدون ذويهم، الأطفال مع ذويهم أو نصف ذويهم، الحالة النفسية، الحالة البسيكولوجية التي لديهم، الصدمة لازالت في بدايتها ستبقى طول العمر ربما. نحن نتكلم عن كثير من الأطفال والشباب الصغار يعني في نفس الوقت. هناك كثير من المشاكل، الترميم المنطقة كلها كيف سيكون في كل المستويات، يعني ليس فقط المستوى البنائي، المستوى البنائي الاجتماعي الاقتصادي المالي، لنتكلم عن كل هذه الأمور. حقيقة يعني لا أحد يفكر في هذا الموضوع، يفكر كيفية إنقاذ الناس أو إخراج الذين لا زالوا على قيد الحياة لهذه اللحظة، والمعدلات بدأت يعني تنخفض. صحيح صحيح، وأيضا تفكير بإخراج كل من هو تحت الأنقاض، وهذه والإمكانيات، هل تكفي كل الإمكانيات فرق الإنقاذ؟ يعني طبعا مشكور كل من أرسل فريق إنقاذ، هذا مهم يعني. لا زال الحديث مبكرا عن فرق الإنقاذ، ولكن اليوم فعلا المأساة كبيرة. في الجانب التركي هناك جهود كبيرة مبذولة من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه وحتى إخراج جثث القتلى، ولكن أستاذ عباس اليوم في الجانب السوري المأساة تضاف إلى مأساة الإنسانية التي عاشها السوريون لأكثر من 12 سنة لغاية هذه اللحظة، لتضاف إليها مأساة زلزال كهرمان مرعش اليوم. كلمني عن التحديات داخل في الداخل السوري، كيف هي الأوضاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعزي أهلنا في سوريا وفي تركيا، المصاب واحد مصاب كبير، أسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وأن يعجل إن شاء الله تعالى بخروج الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض حتى هذا الوقت. يعني شفنا جميعا الاستجابة من المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية اللي حلت في تركيا وفي سوريا، لكن يعني الجميع كان يرسل إلى تركيا. المصيبة كبيرة في شمال سوريا وفي جنوب تركيا، لكن إلى الآن لم يدخل أي فريق مختص في عمليات البحث والإنقاذ إلى الشمال السوري بعد 4 أيام من الكارثة. إلى الآن الناس تحفر بأدوات بدائية، تستخدم الأدوات التقليدية في إخراج الجرحى، في إخراج الناس من تحت الأنقاض. لا يوجد أي جهة تفاعلت وأرسلت إلى شمال سوريا أناس مختصون في هذا المجال. الناس اليوم بعد 4 أيام في مناطق الدفاع المدني السوري، وبعض الجمعيات، نحن عندنا 4 فرق موزعة على الشمال السوري وخاصة جنديرس، البارحة اليوم صباحا أخبرونا بأن نتوقف كفريق تقليدي في البحث ونخرج إلى منطقة ثانية ربما يكون فيها بعض الناجين، وذلك لأنهم سيستخدمون معدات ثقيلة. يعني استخدام المعدات الثقيلة يدل على أنه فقد الأمل بوجود أشخاص ناجين في هذه بعد 4 أيام أو على قيد الحياة. حتى لو كان هناك إمكانية إخراجهم، عدم وجود الآليات يصعب من بقائهم وصمودهم على قيد يعني الحياة.
كأنك تحفر في ملعقة. نعم. أربع خمس طوابق من الركام، مساحة خمسة ست أمتار، كيف يمكن من الباطون المسلح، وخاصة أنه الشمال السوري في الفترة السابقة، فترة الأربع أو الخمس سنوات السابقة، عدد السكان فيه تضاعف يعني 10 أضعاف السابق. يعني أنت تحكي عن أكثر من 5 مليون إنسان موجود في مساحة جغرافية صغيرة جدا، كانت سابقا السكانية عالية جدا في لا تتجاوز 1 مليون. يعني هذه المسافة كلها الموجودة فيها 5 مليون، لا كانت لا تتجاوز 1 مليون إنسان. اليوم نحكي عن أكثر من 5 ملايين شخص يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة. يعني في حدوث الزلزال هو كارثة كبيرة. لحد اللحظة قبل دخولنا البرنامج كان عدد المتوفين أكثر من 3300 حالة. نعم. الناس اللي موجودة تحت الأنقاض بتخيلي، إن شاء الله يكون خاطئ، أنه أكثر من هذا العدد. الجرحى تجاوز عدد 5000 6000 جريح حتى اللحظة. المشكلة أنه الأرقام تتبدل في الثانية وليس في الدقيقة. صحيح. وليس في كل ثانية هناك شهيد أو جريح أو مفقود من الناس. هذا عدا عن الناس إلى الآن لم يعني ما صحت من الحالة النفسية للزلزال. ما في يعني أنا من الأشخاص اللي عشت في زلزال. أنا كنت فيها. حدثني قبل الفاصل أو قبل ما ندخل البرنامج أنك عشت التجربة في لحظات الزلزال الأولى، كنت فيها طاي. مع الأسف. نعم. يعني أنا لو تحدث الجماهير أو المشاهدين عن التجربة الصعبة اللي عشتها. في حكم عملي الإغاثي نحن نقوم في حملات إغاثية لإخواننا في الشمال السوري ولأهلنا في الشمال السوري. نعم. هذه الحملات تنطلق إما في أورفا أو في أنطاكيا أو من الريحانية. نعم. نقوم بتجهيز شاحنات إغاثية، بدأنا تقريبا من نهاية العام الماضي، وحتى الآن نطلق شاحنات إغاثية للشمال السوري ضمن حملة الشتاء السنوية اللي تعاني منها المخيمات في شمال. نعم. سوريا. نعم. نعم. أنا كنت في واحد شباط في مدينة أنطاكيا للتحضير لاستقبال وفد من الكويت. نعم. فيه مسؤولين، فيه أشخاص على مستوى رفيع، أولا من أجل إطلاق شاحنات لإخواننا في الداخل السوري، وثانيا كانوا يريدون افتتاح قرية سكنية في إعزاز، في مدينة إعزاز في. نعم. الشمال السوري. في يوم الأحد 5 شباط نحن كنا في الفندق، طلعنا جهزنا الشاحنات، ما يقارب 24 شاحنة إغاثية محملة بالمواد الغذائية، مواد التدفئة، كان كل شيء تمام. وذهبنا إلى الريحانية. أنت تدخل يوم الاثنين إلى الشمال السوري. متأمنين أنه يوم الاثنين يكون إطلاق للشاحنات. نحن قمنا بتجهيزها يوم الأحد. يوم الأحد المعابر الحدودية مغلقة. مغلقة. فنحن. نعم. جهزنا هذه الشاحنات، ما يقارب 24 شاحنة محملة بكل المواد الغذائية. العادة المعابر كانت تكون مغلقة أم مفتوحة؟ لا مفتوحة. نحن كنا كل يوم تقريبا، كل فترة، كل أسبوع 10 أيام نجهز شاحنات مختلفة، ثم يتم إدخالها، ويتم إرسالها بشكل مباشر. نعم. عدا عن أنه نحن نستقبل أزاتا من الكويت، من السعودية، مواد تأتي ترانزيت إلى سوريا عن طريق إما إسكندرون أو مرسين، وتدخل بشكل مباشر خلال يوم أو يومين. نعم. إلى الشمال السوري. يوم الزلزال نحن انتهينا مساء قبل اليوم، يوم 5 شباط، وعدنا إلى الفندق مساء بعد أن قمنا بتوزيع بعض الإغاثة في الريحانية بوجود الأخوة الكويتيين جزاهم الله خيرا. نعم. وبعض المؤثرين والمشاهير كانوا معهم يغطون الحملة، وعلى أمل أنه إن شاء الله تعالى في اليوم الثاني يكون عندنا فعالية لافتتاح القرية في نفس الفندق، والذهاب لإطلاق الشاحنات وإدخالها إلى داخل سوريا. الساعة الرابعة لإغاثتهم في فصل الشتاء. طبعا نحن نعمل، كان تقريبا شهر ونصف نحن عم ندخل إغاثي إلى الشمال السوري. تمام. في الساعة الرابعة والربع يعني ونحن في الفندق شعرنا يعني أنا كنت نائم في غرفتي. الفندق هو بالتصميم الحديث، يعني الميوزي هوتيل أعتقد الناس تعرفه، هو عبارة عن هيكل حديدي. نعم. اخترناه لحكم أنه قريب على المناطق اللي نحن نعمل فيها من مستودعات، من مراكز إطلاق للشاحنات. لكن سبحان الله كان هذا قدر بأن ينجينا من الزلزال. بدأ الزلزال الساعة 4:15، أنا كنت في نائم في غرفتي، شعرت في هزة قوية جدا 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 وأصوات مرعبة. يعني صحيت على الأصوات المرعبة، أنا يعني أتخيل نفسي على التخت والغرفة يعني تهتز بشكل مرعب. نعم. حاولت يعني غطي رأسي جنب التخت، فإجا شيء على رأسي من قطعة الكهرباء، وقع شيء على رأسي، جرح رأسي ويدي، شعلت بشيء ساخن على يدي، دماء تسيل بالتأكيد، دماء. فصرت أركض في الغرفة، بحثت عن جوالي في الظلام، نزلت إلى الشارع، كانت الناس الأطفال في رعب شديد، المطر غزير جدا، حقيقة شيء أنا لا أنساه في حياتي.
عشت 10 سنوات في الحرب في سوريا، لكن ما حصل وشفته في عيني يمكن قنبلة ذرية كأنها رمت على منطقة هاتاي. خرجنا الساعة 11 تقريبا مع الأخوة الكويتيين، أردنا إرسالهم إلى مطار أنطاكيا. يعني والله شعرنا يعني لا نستطيع وصف المشهد، يعني أنا شخصيا لا أستطيع الكلام عنه. طيب طريقك من المطار، من الفندق إلى المطار، كيف وصفت الطريق وكيف كانت المباني؟ كيف احنا خرجنا الفندق ما تعرض لأي شيء. يعني نحن كنا نظن انه يعني هزة قوية والامور خلص تمام. خرجنا بعض المباني قدامنا يعني ظاهرة، نعم، لكن عند خروجنا للمطار بيننا وبين المطار تقريبا 35 دقيقة في السيارة. نعم. احنا خرجنا بعد الفندق تقريبا ب 500 متر تفاجأنا بانه احياء كاملة على الارض. يعني الشيء انه يعني ما صرنا نبكي ندعو الله، نحمد الله، بدنا نحمد الله ولا بدنا ندعو للناس بانه الله يفرج عنها. متضاربة. يعني نحن 35 دقيقه بياخذ معنا للمطار يمكن اكثر من ساعتين حتى قدرنا نوصل. الطرق ايضا تاثرت كثيرا، هناك تخسفات في الطرق. الدوله الاشخاص الناس في الشوارع تحاول فتح الطرقات. الفكره انه الابنيه كانت متهدمه على بعضها يعني بشكل مائل على بعضها، فبعض الطرقات مفتوحه. وصلنا إلى المطار، طريق المطار كله متزلزل يعني متفكك. وصلنا إلى المطار قالوا أن المطار مضروب فيه المدرج، علينا أن نعود إلى أو نخرج إلى أضنا للذهاب من هنا. لكن الوضع في أنطاكيا كان شيء لا يوصف، أنا في عمري ما شاهدت دمار بهذا الدمار. الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله يعني تملك المكان. من المشاهد اللي حقيقة المؤثرة، أم تنادي أطفالها وهم تحت الركام، يعني هذا أثر فينا. الأخوة معنا في الكويتيين صاروا يبكوا، يعني هذا رؤية العين، يعني غير الأشخاص اللي مجروحة. يعني صرنا نسأل، نحن كنا 14 شخص معنا سيارة وفان، ما استطعنا نشيل أكثر من 11 شخص، بقي 3 أشخاص في الفندق كويتيين من الأخوة الكويتيين. نعم. ذهبنا إلى أضنا، الأخوة سافروا الحمد لله، أنا بقيت تقريبا 24 ساعة في المطار حتى استطعت أرجع إلى اسطنبول. لكن هذه المأساة حقيقة يعني، وهذا مشهد من المشاهد العشر الولايات. نعم. والمناطق. نعم. السورية. أنا شاهدت أنطاكيا لسه. نعم. يقولون في كهرمان مرعش الوضع لسه كارثي أكثر من هيك. نعم. فأسأل الله تعالى العظيم أنه يفرج عنهم وعن أخواننا في سوريا. حقيقة ما يحز في قلبي، أنا شاهدت في أم عيني، شاهدت الأشخاص، شاهدت الدول عم تتوافد على أنطاكيا. سنأتي على هذه النقطة ونأتي على الداخل السوري وما هي التحديات، ولكن دعنا نسأل أستاذ فراس اليوم، كيف تصف استجابة الحكومة التركية للدعم السريع والإغاثة السريعة وعمليات الإنقاذ التي ابتدأت من أول ساعات وقوع الزلزال ووصول الآليات، وبدأ توافد حتى الوفود الغربية والدعم الغربي وحتى الدول العربية دعمت ماديا ودعمت إنسانيا؟ لو تحدثنا فقط عن الجانب الدعم والإغاثي والإنقاذ من الحكومة التركية والدعم الدولي. يعني أولا طبعا يجب أن نشكر كل من قام بالمساعدة، طبعا ربما من الدول الأولى التي وصلت ل يعني المساعدة التركية. نتكلم الآن المساعدة الأولى التي كانت هي فرق الإنقاذ وكانت. نعم. بحاجة إليها. نعم. تركيا. أظن قطر كانت مرسلة أولا وأذربيجان، وحتى روسيا عرضت الطائرتين في ذلك الوقت، وطبعا بعد ذلك توالت كل كثير. نعم. من 45 دولة يعني الدول. نعم. دعمت وساهمت، وحتى وصل العدد إلى 57 باختلاف المساعدات. هذا أظن يعني مهم جدا طبعا. نعم. بالنسبة لتركيا. النقطة المهمة طبعا ما قبل ذلك هو الاعتراف بالحدث مباشرة دون مواربات لا سياسية ولا مكابرة. منذ الدقيقة الأولى أعلن وزير الداخلية أن المستوى الرابع أي فوق قدرات، وهذا يدعو إلى طلب الدعم الدولي. صحيح. وهذا فوق القدرات، يعني الكل أدرك من العمال الآفات أو الإيهاها أو الكزلاي أي الهلال الأحمر إلى آخره. نعم. كله أدرك أن الكارثة أكبر من حجمهم. ولذلك بدأت في اليوم الأول كان هناك يعني التخبط بسبب الصدمة والشيء. نعم. المخيف يعني، وهذا يعني لا يمكن وصفه حقيقة. بعد ذلك تم التنسيق بين أجهزة الدولة، أنا أتكلم الآن قبل وصول الفرق الخارجية، قبل الدعم الخارجي. صحيح. فتم التنسيق بين هذه المؤسسات الإغاثية الإنسانية، وهي كبيرة جدا، يعني الذي لا يعرف ما هي الآفات أو الإيهاها أو حتى الكزلاي أو الهلال الأحمر
هي من اقوى يعني الفرق الانقاذ في العالم، يعني هي تعتبر من 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 افضل فرق الانقاذ في العالم، وقويه ولها دعم مادي كبير جدا. ومع ذلك هي وقفت عاجزة في اليوم الأول، لا تستطيع كل هذا المساحة. الحدث يفرض نفسه، الحدث كان كبير وقوي جدا. نعم، بعد ذلك تم التواصل مع الجيش، أيضا الجيش التركي قام بأعمال حقيقة جبارة جدا. نعم. يعني هو الذي وفر الممرات الجوية أولا في اليوم الأول. نعم. لوصول الطائرات، لأن كما تفضل أخي عباس المطارات أخرجت تحديدا كلها تقريبا في عنتاب وفي أنطاكيا. في أضنة كان فيه تضرر تم إصلاحه بسرعة. وطبعا بعض المطارات العسكرية أيضا تم فتح المجالات الجوية، ودون تعرف أمور التغطية، الرادارات والأمور الأخرى، التقنيات الجوية كلها فتحت وتم إنزال. هذا نعم. ساعد في استقطاب فرق الإنقاذ أو المساعدات الأولية. المساعدات الأولية جاءت. إذن وجود المطارات والحدود المفتوحة لتركيا يساهم كثيرا في أن تأتي الوفود وتساعد وتساهم صحيح. في فرق هذا الأرض. هذا مهم. وبعد ذلك حسن التنسيق، يعني في اليوم الأول لم يكن حسن التنسيق، لذلك لم يكن لنقل النتائج الأولية مباشرة. بعد اليوم الثاني بدأت تتضح شيء لم يكن متوقع، يعني حتى يكون هناك تدابير سريعة. صحيح. هم كانت يعني تركيا يعني تتوقع الزلازل إلى مكان معين، يعني أن تكون في مدينة كما يحصل في كل مرة زلزال في حد مدينة معين يكون، ولكن لكن الآن منذ 1939 لم يكن هناك زلزال بهذه الشدة والقوة. صحيح. يعني هو زلزال بتحرك صفائح، يعني حسب ما تكلم المختصون تحرك صفائح الأرض، ويعني هذا يعني أنت تتكلم عن تحرك الأرض كلها في الكتلة، يعني الكتلة نعم. التي تقع عليها هذه المدن تحركت، الذي سبب هذا الصدع الكبير الذي أدى إلى الزلزال. نعم. لذلك بعد ذلك بدأت تتوالى الأمر الثاني ليس بعد فرق الإنقاذ، هي الأمور الطبية بجميعها، يعني المشفى المتنقل، الأدوات، كل ما يتعلق بالأدوية وشيء يتعلق بالأمور الصحية. وطبعا الأمر الثالث هو الغذاء، وطبعا ما يسمى بالبطانيات والتدفئة. المشكلة جاء الزلزال في وقت برد شديد وأمطار وثلوج كانت تتساقط، فبالتالي تضاف المشكلة أو تضاف صعوبة الموضوع إلى الأنواع أو الطقس. صحيح صحيح. حتى الأطباء في الجنوب يعني الموجودون في يعني الحدث في الدول عفوا المدن المنكوبة أو الولايات المنكوبة، في اليوم الأول هم ذكروا أن يتخوفون من الهيبرتيميا أو التجمد، أي نزول حرارة الجسم، وهذا طبعا سيسبب فيما بعد الجمد أو الموت. وهذه كانت القضية الأولى، يعني بعض الأشخاص قد يسمعون صوتهم في الداخل لا يستطيعون إخراجهم. نعم. نعم. هل يصمد هذا الطفل لساعتين ثلاثة أمام التجمد الكبير؟ نعم. هذا أو البرد الحرارة الباردة جدا. يعني هناك كانت بعض الطرق الأخرى لإيصال ربما هذه المواد، من يعني هي طبعا مشروبات صغيرة تعطى، لا أعلم كيفية الطريق أو الوصول إلى هؤلاء. كانت هناك حقيقة كثير من النداءات. الآن يعني تكلم الرئيس أردوغان في اليوم وفي الأمس حول أن أولا إيواء هؤلاء الناس، ثانيا هو لابد من إيجاد صيغة للناس تقول لهم يعني لا تقلقوا نحن سنبني لكم، يعني نعم. ذهب وتعهد لا يبيت أي شخص في العراء. صحيح. نعم. وهذا يعني حقيقة أمر متعب مكلف، لكن أنا أظن أن أيضا كثير من الدول الصديقة ستساعد تركيا في هذا المجال. لكن الآن فقط الكل مركز كيفية إخراج ما يمكن إخراجه حيا، وإخراج الجثث التي مثلا تبقت في تلك المنطقة. نعم. طبعا أنا تكلمت بشكل عام، أيضا لا ننسى أن الدولة استقطبت أيضا عمال المناجم في كل منطقة للمساعدة. ولاية إسطنبول وأنطاكيا وإزمير والولايات الأخرى أرسلت كل تقريبا نصف أو جل عمالها للجنوب، يعني الذين خبرة والذين يمكن مساعدتهم بشكل لوجستي، يعني أيضا ليس فقط الخبرة، الأمر اللوجستي هو فتح الطرقات، توزيع الماء، توزيع اللباس، التسجيل، أنت يجب أن تؤرشف كل شيء. صح. يجب أن يكون هناك الشرطة، يعني أيضا للأسف كان هناك بعض اللصوص يعني الذين استفادوا ودخلوا في هذه المسألة. حالات موجودة في كل الدول يتم استغلالها. وتم إلقاء القبض عليهم بعضهم، يعني للأسف في هذا. فالسيارات الإسعاف التي أرسلت من إسطنبول، من إزمير، أنقرة، أنا أتكلم هذه المدن لأنها هي الكبيرة، يعني تأثرت كثيرا. الفنادق والما يسمى بالمنتجعات السياحية كلها يعني استأجرتها الدولة
في أنطاليا وألانيا و استخدمت كملاذ وملاجئ للمواطنين. من يريد أن يذهب إلى هناك فليذهب إلى هناك، يعني هذا ما قيل. يعني الوضع حقيقة يعني الآن هناك مشاهد كثيرة تدمي القلب، لكن دعونا نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل الحديث في حديث العرب. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من حديث العرب. وزلزال كهرمان مرعش في تركيا والتحديات الإنسانية أو التحديات أمام الجهود الإنسانية والإغاثية. نتوجه إلى الأستاذ عباس. اليوم هناك تشابه واختلاف من ناحية وجود الزلزال أو وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، ولكن هناك اختلاف كبير ما بين الدعم الغربي الذي أو الدعم الدولي الذي وصل إلى تركيا، الدعم المادي والإنساني، الصعوبة اليوم في إيصالها إلى سوريا. المعابر كما ذكرت قبل وقوع الزلزال كانت مفتوحة، كانت هناك قوافل إغاثية تدخل. الصعوبة اليوم أن المعابر مغلقة ولا زالت هناك مدن وأحياء كاملة مدمرة من أثر الزلزال لم تصل إليها المساعدات. حقيقة من شخص عايش الزلزال وشاف الأوضاع كيف، يعني أنا ما لا أحسد الأتراك على استجابة الدعم الدولي لهم، بالعكس تمام أنا أغبطهم. نعم. وفي في نفسي حسرة بأنه ليش في الشمال السوري أطفال ونساء ورجال كبير عوائل بأكملها عايشة تحت الأنقاض الآن. نعم. ممكن يكون شخص واقف برا بس بده يطلع ابنه أو مرته أو زوجته أو عائلته تحت. طب ليش هدول أناس وهدول أناس؟ طب استجيبوا للناس اللي كمان موجودة تحت الأنقاض، اللي صلى 10 سنين عم تعاني مهجرة، البعض منهم يبجوز هو وعيلته ومرته ملاقين غرفة تقاويهم. نعم. اجوا من البرد، خاصة في البرد، يعني العفرين كان فيها قبل بيوم تلج مغطي الخيام. نعم. ليش الشمال السوري منسي؟ ليش يعني ليش يتم التعامل يعني هناك نقطة ذكرها أستاذ فراس أن الدولة في تركيا اعترفت من اللحظات الأولى أنها تحتاج إلى الدعم والطوارئ في المرحلة الرابعة، فبالتالي تحتاج إلى دعم دولي. اليوم أين رأس النظام في سوريا؟ بشار الأسد اليوم رأس النظام في يوم هناك نكت عليه أنه نائم لغاية هذه اللحظة لم يخرج إلى الإعلام ويتحدث، سواء هناك مساعدة مطلوبة أو يتكلم عن الناس أو حتى يتم إدخال مساعدات إلى المدن المنكوبة حتى من ضمن المعارضة، ليس بشر يعني؟ الشيء المرعب أنه وقت الزلزال قام بقصف الباب. كأن تتخيل أنه يعني قام بقصف المضافة. الباب يعني الناس تحت الركام وهو يقوم بقصف الباب من منبج وغيرها. فما بالك بهذا الرأس النظام أنه يحاول يطلق النداء للدول بأنه تساعد، إذا هو يعتبر أنه هذا الشمال السوري هو خارج سيطرته، فهو بالعكس من مصلحته أنه يباد هذا الكلام. هذا بالنسبة للنظام، لكن إذن ما بالمجتمع الدولي؟ النظام أو الدولة ليست معنية بطلب المساعدة. على الرغم من أين تقع المسؤولية اليوم؟ الشمال السوري اليوم كما ذكرت تقع تحت سيطرة المعارضة والنظام ربما يؤيد هذا ما يحدث. المجتمع الدولي هو المسؤول عن الشمال السوري، الـ WFP والـ UN وغيرها من المنظمات الدولية هي تدخل مساعدات إلى الشمال السوري، هي عندها فرق في الداخل السوري هي مسؤولة عن هذا العمل. نعم. هي وقت اللي أخذت قرار بفتح المعبر الباب الهواء لإدخال المساعدات رغم اليوم ربما النظام. أول قافلة من 6 شاحنات دخلت. نعم بعد 4 أيام مع الأسف حتى الآن دخلت قافلة مساعدات، لكن يعني كما ذكرت يعني بعد شو رح تعمل هذه القافلة حاليا؟ نعم. 4 أيام في مناطق ذكرت لك أنه أوقفوا فيها عملية البحث لأنه فقدوا الأمل بإخراج ناجين.
الآن المجتمع الدولي هو المسؤول عن هذه الكارثة، هو الذي يتحمل مسؤوليته أمام أولئك الأشخاص تحت الأنقاض. دعني أذكر لك، يعني مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف تشارلز ليستر يقول أنه ضحايا الزلزال في سوريا باتوا عالقين في مصيدة الأسد. أيضا السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ يقول أن بلاده يجب أن تكون مسؤولة عن إيصال جميع المساعدات إلى سوريا بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، فبالتالي من في المجتمع الدولي وكذلك المعارضة يؤيدون هذا الموضوع ويشخصون أنهم في مصيدة الأسد. أستاذي الآن الحدود، إذا تركيا الآن أغلقت الحدود، لكن وقت المجتمع الدولي بيطالب بفتح الحدود وعنده جاهزية بالأساس لإدخال فرق إنقاذ ولإدخال مساعدات، تركيا لن تمنعه. لأنه أساسا وجود هذه الكارثة على حدودها لح تأثر عليها، حاليا عم تأثر عليها، هي في ضغط دولي عليها. فالمجتمع الدولي الآن يحمل بأن النظام ما ذكر أنه لازم يطالبوا بالمساعدة. طب أنتوا قائمين على الوضع بشكل كامل، طب أنتوا افتحوا المعابر اللي هي بالأساس أنتوا عم تقدروا تدخلوا فيها بدون موافقة النظام. تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤولية آلاف الناس الآن المشردة في الشوارع، تحملوا مسؤولية أكثر من 6000 شخص جاء جريح، المستشفيات لا تتسع للجرحى، بعض الناس إذا لم تمت تحت دمار المباني الآن ستموت لأنه لا يوجد إمكانية لمساعدة الطبية. لماذا لا تفتحوا معابر مشافي؟ هناك مناطق تحت سيطرة، هم إذا تحججوا هناك في منطقة إدلب. ما بينكم ما بين الشمال السوري طبعا اليوم. نحن نعمل الحمد لله أنه الجمعيات لغاية هذه الفترة، يعني ما بعد الزلزال لحد قبل ما أدخل إلى البرنامج هناك تواصل مع فرقنا في الشمال السوري، عندنا فرق في منطقة إدلب وريفها تقوم بمساعدة الجرحى. كيف يقيمون الوضع اليوم؟ الوضع كارثي، يعني حقيقة نحن خاصة في الأيام الأولى للكارثة كنا في حالة تخبط، يعني الناس يعني في كل أولوية، يعني بدك تحدد أنه الناس اللي خرجت بدو يعني في ثيابها إلى الشوارع هي النساء وأطفال يحتاجون إلى دعم معين. بالمقابل في أشخاص تحت الركام، بالمقابل في ضحايا ميتين يحتاجون إلى الدفن. فيعني هي كارثة كبيرة جدا، يعني ما بالك بدولة كتركيا رفعت المستوى رفعت الجاهزين المستوى الرابع وطلبت المساعدة، ما بالك بقسم كالشمال السوري لا يوجد فيه أي شيء. يعني الآن الأشخاص يعني لا يوجد فريق إلا الخوز البيضاء، والخوز البيضاء لا تستطيع تغطية هذا الكم من الكارثة. تقوم بعض الجمعيات وغالب الجمعيات التي تعمل في الشمال السوري بتقديم الدعم إما الإغاثي أو المعدات أو غيرها، لكن هذا كله بالنهاية يعني لا يفيد بالطريقة التي تستطيع الدول أن تقوم بها. تركيا هي في كارثة الآن، لا تستطيع أن ترسل أساساً من عندها. تركيا كانت فرق الملاذ الأول لسوريا وهي اليوم مصابة بمصاب أليم. تماماً يعني نحن كنا نقول أن نستند إلى تركيا، يعني تركيا هي سندنا في صحيح. كل شيء، لكن الآن فقدنا السند لأنه أساساً السند هو في كارثة. فمن سيتحمل هذه المسؤولية؟ يجب أن تتدخل الدول العربية سريعاً في الدعم للشمال السوري. هناك كارثة على المجتمع الدولي أن يتدخل فيها بشكل كامل، على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن أن يجتمع ويقرر قرار بأسرع وقت. هناك أرواح تفقد تحت الركام، كل ثانية نتأخر فيها هي وفاة لأشخاص إما من البرد أو من الجوع أو من الجراح. يعني ماذا بعد 5 أيام؟ اليوم ندخل في اليوم الخامس، غدا ماذا بعد هذا؟ هل نتركهم تحت الركام؟ طيب نريد إخراجهم لدفنهم، لا نريد أكثر من ذلك. نعم. على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية، هذه مسؤولية عالمية وليست مسؤولية تركيا ولا مسؤولية سوريا ولا حتى مسؤولية النظام. النظام الآن عنده في مناطق اللاذقية وحمص وحماة كارثة كبيرة ومع ذلك لا يعترف فيها. أنا تواصلت اليوم مع أشخاص في جبلة يقولون أنه غالب الأشخاص ما زالوا تحت الركام من 5 أيام، ما حد يستطيع إخراجهم. وإن كان هناك احتمال أن يكونوا أحياء خلاص 5 أيام في البرد والجوع والجراح، يعني ما أتخيل حد. يعني ذكرت لك أنه بعض المناطق الدفاع المدني السوري بسبب وجود ناجين، احتمال وجود ناجين في مناطق تانية، أوقف العمل فيها. فقد الأمل. يعني لك أن تتخيل أب أو أم أو زوج أو زوجة يقفون على ركام أولادهم ويسمعون أنينهم، يعني كيف سيكون ولا حالهم؟ ولا يستطيع عمل أي شيء، ولا شيء. هذه المشكلة، ولا شيء مع الأسف، ولا شيء. والمجتمع الدولي ينتظر من يناديه. ألا ترى الكارثة الكبيرة التي حلت في تركيا وفي سوريا؟ هنا المشكلة. طيب على جانب التركي
أستاذ فراس اليوم مسؤول التدريب بمؤسسة أكوت للبحث والإنقاذ، يقول أنه عدد المتضررين من الزلزال في تركيا بلغ 10 ملايين المتضررين بصورة عامة في هذه المحافظات، بينما تؤكد الأمم المتحدة في إحصائيات أن الرقم ممكن أن يصل إلى 23 مليون شخص. كيف يمكن إعانة وبرمجة تقديم المعونات لهذه أو لهؤلاء الأشخاص وقد أضحى الكثير منهم بلا مأوى؟ نعم، وحتى أحد يعني المهندسي الاقتصاد التركي أيضا كتب قبل في الأمس أن حتى هذا الرجل أو الشخص يعني ربع سكان تركيا، خلنا نقول نعم، يعني يتكلم هو يتكلم عن الشخص الذي توفي تحت الأنقاض، قال تكلفة فقط إخراجه ودفنه تصل إلى 1 مليون ليرة تركية، يعني مبلغ يعني مبلغ كبير. نعم، يعني قد إلى 20,000 دولار أو أكثر من ذلك. نعم، يعني إذا نحن نتكلم الآن عن 20-21 ألف، لعلم لأن قبل دخولنا هذا الرقم، بعد قليل نعم كم الإحصائية. فكل هذه الأرقام إضافة إلى المصابين فقط القتلى يعني فقط. نعم، يعني تكلفة يعني استخراجه ودفنه تصل إلى 1 مليون ليرة تركية. لنحسب المرضى، لنحسب الإيواء، لنحسب لذلك يعني المباني والطرق والمؤسسات الصحية. رئيس أردوغان قال رصد 5 مليارات دولار، يعارب مقارب 100 مليار تركي هو 5 أو أكثر من هذا القبيل، من أجل المدن الكارثية. أظن سيرصد لها ضعفي هذا الرقم يعني مستقبلا طبعا. نعم، عندما تبدأ إعادة الإعمار وإعادة إحياء المدن يعني في هذا السياق. نعم، يعني ممكن أقول أن في الزلزال الماضي الذي حصل في رزاق وتم إعادة بناء البيوت بسرعة. نعم، حتى في منطقة إزميل التي وقع فيها في 99 تم إعادة الأعمار بشكل سريع، لكن نحن نتكلم عن مدينة واحدة. نعم، أو مدينتين كأقصى حد متقاربتين، لكن اليوم نتكلم عن 10 مدن. ونحن نتكلم بعد عن القرى، يعني هناك قرى صغيرة في الجبال، يعني هذه أيضا لديها مشكلة أخرى، يعني بعضهم تساقط جزء من البيت، إذا كان البيت على الطراز القديم أي فقط طابقا واحدا ولم يتأثروا كثيرا، بعضهم بعض الطوابق هبطت بعض الطوابق أو سقط جزء منها، يعني لابد من الترميم، حتى الطرقات قطعت إلى تلك المناطق، هذه مشكلة أخرى. هناك مشهد يعني ثارني كثيرا، يعني قلعة غازي عنتاب عمرها أكثر من 3,000 سنة أصبحت أثر بعد عين، قلعة غازي عنتاب نفسها. نعم، بالتالي البيوت العادية أو البيوت القديمة كما ذكرت يعني صحيح، يعني هذا ما أثار في أنطاكيا. تفضل أخ عباس عن ما شاهده في أنطاكيا. أنطاكيا كلها مدينة قديمة. نعم، وكلها يعني تراثية يعني من قدم التاريخ، فلذلك وتربتها بشكل عام ليست تلك التربة الصلبة ولا جبالها تلك الجبال الصلبة، سقطت كلها يعني تقريبا. وقال يعني فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، قال لم يقتلنا الزلزال بل قتلنا البيوت الغير المؤهلة أو الأبنية الغير الصالحة للزلازل. نحن نعلم أننا على سطح زلزالي، تركيا قدرها في الزلازل. نعم، لكن لم يكن هذا. نعم، قالوا أن هناك 1,000 أو أكثر من 1,300 هزة ارتدادية حدثت منذ وقوع الزلزال وحتى اليوم، وهناك 113,000 شخص يعملون في المناطق المنكوبة في كل المجالات. اليوم كيف يمكن تفادي أثار الزلزال مستقبلا، وخصوصا أنه اليوم الزلزال 7.8 يعني كل مقياس اختر 9، فبالتالي أنت وصلت إلى أعلى المعدلات. صحيح، يعني تفادي الزلزال هذا شيء لا يمكن تفاديه، تفادي أضراره من خلال الأبنية، لكن نعم تقليل أضراره قدر الإمكان هذا ممكن، لكن لنحسبها بعجالة. نعم، نحن نتكلم عن بيوت في كل تركيا ما قبل عام 2000 أو لنقل 2001 أو 2003. نعم، لكن القرار في عام 2000 كلها بنيت على يعني طريقة عدم الاهتمام بالزلازل، ليست صالحة لمقارعة الزلازل، ليست مقاومة للزلازل، ليست مقاومة للزلازل، لم يكن هذا القانون موجودا. نعم، في بعد عام 2000 وحتى تم تطبيقه في 2003 كل البيوت يجب أن تصعد، يجب أن تكون مقاومة للزلازل. نعم، هل يوجد من الأبنية الحديثة؟ لأن هناك أبنية حديثة سقطت أيضا في غازي عنتاب، في نعم، في براش، في أنطاكيا مثلا، ملاطيا أيضا، هذا يجب التحقيق به، لماذا أيضا سقطت هذه الأبنية؟ هل هي
يعني فيها تلاعب أو ما شابه ذلك. إذن يجب قراءة هذا الموضوع، يعني يجب التحقيق فيه فيما بعد. لكن الشيء الأول الكل مجتمع ومتفق عليه هو إعادة إعمار تركيا كلها، طبعا الأبنية التي موجودة بأبنية صالحة مقاومة للزلازل. حقيقة هذا الأمر بدأ فيه بن علي يلدرم عندما كان رئيسا للوزراء، نعم، وبشكل كبير. بعد ذلك تباطأ هذا المشروع بشكل كبير للصراعات السياسية، أزمة كورونا، التراجع الاقتصادي العالمي والذي أيضا تركيا تراجعت فيه، نعم، هذا كله أبطأ كثيرا حقيقة هذا المشروع. نعم. الأمور الأخرى يعني بسيطة، يعني لنقل أن مدرجا خرج عن العمل، تشققات، تصدعات، ليست مشكلة إعادة عمل، لكن أن تسقط الأبنية على ساكنيها هذا هو الكارثة حقيقة. هذه هي الكارثة. والكارثة الأكبر أنه لا يتم يعني اتخاذ تدابير حتى لا تتكرر المأساة، وخصوصا في كل سنوات متقاربة هناك زلازل، نعم بشدة أقل ولكن موجودة. لو تذكر معي تقريبا قبل شهر أو أقل أو أكثر، لا أذكر، كان هناك زلزال، نعم، بشدة متوسطة أو خفيفة كانت، وكان هناك تطبيق عملي في كل تركيا على إجراءات، نعم، إجراءات الزلزال، نعم، شاهدنا هذا، والكل شارك في كل تركيا، لا نتكلم على ألف، نعم، شخص، نعم، أو مليون، نتكلم على أكثر من 82 مليون شخص. ومع ذلك ماذا حصل؟ يعني كل التطبيق قبل في شهر، يعني لا نتكلم عن شيء بعيد تقريبا، ووصلت الرسائل والتنبيه وخرجنا إلى الشوارع وكأن، نعم، زلزال حقيقيا حصل. يعني عندما يحل القدر أظن لا، صحيح، يمكن إيقافه، لا يستطيع البشر أن يعمل أي شيء. صحيح. طيب أستاذ عباس، اليوم يعني من ضمن الأشياء التي ذكرتها والمعلومات أن هناك 4 ملايين إلى 5 ملايين يعيشون في الشمال السوري، يعني في منطقة تعد 4% من مساحة سوريا، نحو 3 ملايين منهم فروا من بلداتهم ومدنهم من تحت سيطرة النظام. هناك تقرير تتحدث عن أنه 65% من البنى التحتية في تلك المناطق مدمرة، ويعتمد 90% من السكان على المساعدات الإنسانية، هذه في الظروف ما قبل الزلزال. طبيعي. فبالتالي بعد الزلزال كيف ستكون الصورة اليوم؟ ازدادت الأزمة أكثر. الوقائع هي بدأت الأزمة من وقت، يعني ازدادت أكثر فأكثر الأزمة من قائمة. بداية الزلزال الأزمة قائمة، زادها اليوم الزلزال مشكلة. نحن، نعم، سابقا قبل الزلزال كنا نبحث عن مأوى للعائلات، نبحث، نعم، عن خيمة، نعم، بدأت الجمعيات الخيرية ببناء، لا تستحمل ببناء الأمطار ولا العواصف. تتكلم عن 1250 مخيم على الأقل في شمال سوريا. 1250 مخيم، ما يقارب أكثر من 1.5 مليون إنسان يعيش في المخيمات. أنا أتكلم عن مخيمات، مخيمات الرسمية، مخيمات، نعم، هذه مخيمات رسمية. بدأنا من أكثر من 3 سنوات جمعيات ككل في الشمال السوري بالعمل على بناء قرى سكنية، نعم، لإنهاء وضع المخيمات. الحمد لله عدد كبير منها انتقل إلى بيوت سكنية تأويهم، لكن الفكرة أنه الأبنية في الشمال السوري ككل هي أبنية قديمة جدا وتعرضت للقصف، وتعرضت للقصف من والتدمير والقنابل، وهذا يعني هذا بحد ذاته يعني هزهز الأرض تحتها. فما بالك اليوم نحن الآن نعاني من كارثة إنسانية كبيرة، زادتها كارثة التهجير وقلة الحيلة وقلة الموارد البشرية. نحن كنا سابقا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالإغاثة، الآن نناشدهم بمد يد العون لإخراجهم من تحت الأنقاض. أتخيل الكارثة اللي حتكون أكبر بكثير من 10 سنوات التي مر بها السوريين. السوريين الآن في شمال سوريا يتعرضون أو سيواجهون كارثة إنسانية أكبر بكثير مما واجهوه في 10 سنوات. ربما لعدم وجود الصحافة مثل القنوات التي ترصد المدن التركية، لعدم وجود الصحافة والكاميرات مهمشة بشكل كامل مع الأسف. لا تصل الصورة كاملة، البعثات أكبر. 10 سنوات من النداءات، من الاستغاثات في كل، إذن نحن في كل عام في الأساس نقوم بالمناشدة قبل حلول الكارثة من غرق في المخيمات، نعم، في الثلوج، نعم، في الأمطار، وفاة الأطفال. مع ذلك كل سنة تتكرر المأساة. نعم. ولا يوجد استجابة أو حل جذري. عندما بدأنا بالحلول الجذرية اللي هي بناء القرى السكنية أو البناء أو تحويل الخيمة إلى سكن، لكن الجمعيات في النهاية لا تستطيع تغطية الشمال السوري ككل. نعم. يحتاج الأمر إلى حل جذري للمشكلة. الحل الجذري للمشكلة هو إعادة الناس إلى بيوتها. عندما تعود ابن حمص يرجع إلى حمص، ابن الشام يرجع إلى الشام، ابن حما يرجع إلى حما، أنت تحل الجزء الأساسي في المشكلة. نعم. بعدها نتوجه لحل المشاكل الأخرى من الإغاثة، من الإيواء، من الترميم. لكن الشمال السوري إذا بقي على هذا الوضع الحالي بعد الزلزال ستكون هناك أزمة إنسانية كبيرة على مستوى العالم. نعم. تحتاج إلى تغطية، تحتاج إلى تحرك دولي.
يعني البقاء الناس في هذا الظروف يعني هو يعني قتلى، يعني آخر شيء صارت الناس تدعو أنه يا رب نموت نحن ما عاد في عنا إمكانية. فوق القصف والتهجير وكل شيء، يجي زلزال كمان يقتل جزء من عائلتنا، عوائل بأكملها الآن تحت الركام ماتت. صحيح. يعني خلال 12 ساعة عم يطلعوا للشخص، في ناس كثير ما حد عم تعرف عليهم عم ياخذوهم. نعم. الشمال السوري يحتاج، سوريا ككل تحتاج لحل أو إنهاء لهذه الأزمة، ولكن الكارثة سريعا اليوم التي حلت في تلك المناطق تتطلب تدخل سريع وعاجل. مع الأسف نحن قلنا أنه كل ثانية فيها تأخير هي فقد لروح. الآن المجازفة على الأرواح وليس على الأكل والشرب. مشكلة أخرى يعني نحن لم تتطرق لها، السدود المائية في كل المنطقة. نعم. يعني كنت أسألك اليوم يعني عن ما حدث في اسكندرون في طالب. لا لا لا، في سوريا، في نعم. سوريا تصدع سد الرستان الآن قبل أن في نهر العاصي، يعني أغرق ربما 300 عائلة. صدقت. فالآن هذه العوائل وين؟ ستهجر إلى مناطق أخرى. يعني عندنا نحن من الكوارث، من كارثة الزلزال، آلاف الناس الآن مشردة، لا نستطيع تأمين خيم لهم. الأزمة ليست في سوريا، في تركيا أيضا خيم لا يوجد أبدا وفق العدد المرصود وفق الأعداد التي نسمع عنها. لا تستطيع تغطيتها، الناس تغطيته. في الشوارع، في المدارس، في الجوامع، لكن هذا حل مؤقت بعد انتهاء إخراج الناجين ولا الميتين من تحت الأنقاض. من سيتحمل المسؤولية؟ في سوريا السيد رئيس رجب طيب أردوغان قال أنه سيعيد الإعمار خلال سنة. في الشمال من سيعيد الإعمار؟ تقصد في تركيا يعني؟ في تركيا. نعم. في سوريا من سيقوم بإعادة الإعمار؟ هذه الناس الآن في الشوارع، مصيرها أن تبقى في الشوارع إلى نعم. إلى الأبد، إلى حل المشكلة الرئيسية اللي هي عدم وجود شمال سوريا وعدم وجود نظام حلها بشكل جذري، فتح إعادة الناس إلى بيوتهم، وجود حل سياسي. الحل السياسي هو الأساس في إنهاء مشكلة الشمال السوري ككل. ولكن هذا الحل يعني إلى الآن معطل، متجمد معطل. نعم نعم نعم، مع الأسف معطل، والكارثة تزداد سوءا. والناس الآن يعني كنا سابقا وصلنا لدرجة أن الناس لا تموت جوع والأطفال لا تموت جوع. الآن بدنا نرجع لنفس الشيء اللي كنا من 10 سنوات عم نشتغل عليه، اللي هي عدم حصول وفيات من الجوع أو من الأمراض. أو هذه الجثث ممكن تبقى الآن أسبوع أو 10 أيام، هذه كلها تسبب أمراض لاحقة. مصادر الأمراض تكون قبل في نهاية العام الماضي بدأت الكوليرا في الشمال السوري، أعداد كبيرة. نعم. أعداد جدا هائلة بدأت قبلها كورونا. يعني الشمال والكوليرا السوري ليست المرض الصعب الذي يعني صعب الشفاء منه، مرض سهل، ولكن بسبب تداعي عدم التدخل أو عدم أو إهمال المنطقة ككل هو. نعم. أي مرض يدخل إليها يكون هو كارثي بحد ذاته. وهذا يقودنا إلى سؤال أستاذ فراس اليوم، الدعم الدولي موجود، الدعم المالي موجود، ولكن وجود مختصين على إخراج الجثث وعلى دفن هذه الجثث وتخليص المناطق من تبعات وجودها، كم نحتاج اليوم أيضا إلى مختصين في هذا المجال، ليس فقط آليات ودعم مادي؟ مختصين في كل المجال. يعني سأبدأ من حيث انتهينا في انتهيتما قبل قليل في مسألة السدود. يعني تركيا 40 سد تم الكشف عليهم وما زال الكشف، وهناك تقريبا نسيت الرقم، ربما 4 أو 5 سدود يعاد فيها ترميم تضررت. نعم. لا اعلم في سوريا هل خرجت تقارير في هذا الموضوع، لان اظن احد ما سمعته السد الذي موجود تحت سد التل تقريبا سيطرة قصد، نسيت اسمه. ايضا في تصدعات، وهناك صور وفيديوهات انه في تشققات في منطقه منبج سد التلول. نعم. اعتقد سد التلول في جسر الشغور بالدجاج. يعني هناك في منطقه ثانيه اظن المنطقه في الشمال الغربي. إذن هو السوري اكثر من سد ربما. طبعا في سوريا اعتقد هذا نهر الفرات اكثر من سد تاثر، يمكن يكون باتجاه نهر الفرات اذا. نعم. كان في منطقه قصد. نعم. المنطقه الثانيه هي سد الرستان، حسب ما سمعت اليوم في الاخبار انه في. نعم. تشققات، النظام حاول تخفيف الضغط عليه. نعم. فتح السدود قريب من منطقة جسر الصغول، منطقة تلول، هناك سد ترابي. نعم. بسبب ضغط المياه أدى إلى غرق مدينة التلول بشكل كامل وتهجير آلاف الناس منها. ويعني المنطقة على حسب ما أعرف في الشمال الغربي فيها سدود كثيرة، يعني في شمال سوريا منطقة فيها سدود، يعني هذا خطير جدا. على الأقل تأتي فرق أيضا خبراء مهندسين يفحصوا هذه المشكلة، لأن هذه السدود والكميات الماء يعني هذه مشكلة أخرى، يعني إذا حصل شيء. إذن هناك تبعات مستمرة للزلزال ليس فقط على مستوى الإنسان. لذلك أول ما تكلم فيه دائب رئيس فؤاد قطيع أول تصريح قال
تكلم عن اللجنه التي ذهبت مباشره للسدود بعد الزلزال. نعم. لان لا سمح الله يعني اذا احد السدود اذا سرب او تدمر سيغرق فوق يعني فوق الزلزال سيغرق في الماء هذه. نعم. يعني لا اظن يوجد كارثه اكثر من ذلك. شكراكم. والحديث يعني بالتاكيد له بدايه والنهايه تكون صعبه لانه تبعاتها كثيره. على أي حال نشكركم الشكر الجزيل ضيوفنا الكرام الأستاذ فراس رضوان أغلو الباحث السياسي التركي، نشكركم الشكر الجزيل على وجودكم معنا، ونشكر أيضا الأستاذ عباس شمس الدين المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير في إسطنبول. شكرا لكم وأعان الله أهلنا في الداخل السوري. آمين يا رب. كذلك نشكركم مشاهدينا على المتابعة، ونلتقي في حلقات أخرى من حديث العرب. إلى اللقاء.